أم عبد الله تقول يعني بسبب كورونا لو أن المرأة مثلا وضعت الكمام هذا هل يعني يضر بإحرامها؟ الجواب لا، سواء كانت امرأة أو رجل، فالكمام ليس هو النقاب بالنسبة للمرأة، والكمام بالنسبة للرجل لا بأس به، لأنه يجوز في الراجح من قول أهل العلم تغطية المحرم وجهه لا رأسه، وقد ثبت عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم، أما الرأس فلا يغطيه، ولذلك يجوز، بل يتأكد الآن مع هذه الجائحة وهذا الوباء، يتأكد حتى لو أفتى أحد بالمنع فإن الضرورات تبيح المحظورات.